وهذا رجل يقول: تزوج شاب بفتاة وكتب في عقد الزواج أنها بكر، وعند الدخول بها وجدها ثيبا فستر عليها وعاش معها، وبعد الزواج بأربعة أشهر وضعت مولودا وامتنعت عن إرضاعه حتى مات، ومعنى هذا أنها كانت حاملا لخمسة شهور تقريبا عند العقد، فهل هذا العقد صحيح شرعا برغم حملها من غير المعقود عليه؟ وهل يؤاخذ هذا الرجل بما يؤاخذ به الزاني لمعاشرته لها بعد علمه بحملها؟ وما موقف الطفل المولود من الزنا؟ وماذا كان يجب عمله تجاهه؟ فهل يترك حتى يموت كما فعلت؟ معنى هذا أن العقد تم وهي حامل، فإذا كان الحمل من زواج سابق طلقت بعده وأنكرت فهي ما زالت في العدة على ذمة زوجها السابق حتى تضع، والعقد باطل لا شك فيه. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بامرأة مجح، أي حامل قربت ولادتها وهي على باب فصاط، فقال: لعله يريد أن يلم بها أي يتزوجها، فقالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. وروى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، أي لا يتزوج امرأة حاملا حتى تضع حملها وتنتهي عدتها من زوجها السابق. وإذا ظهر بطلان العقد ولم يعلم الزوج بأنها حامل فمباشرته لها من باب وطئ الشبهة، لا حرمة فيه حيث لا يعلم، أما إن كان يعلم فالمعاشرة حرام وزنا ويستحق العقوبة. وإذا كان الحمل من زنا وليس من زواج سابق فهل عقد الزواج صحيح أو باطل؟ هناك قولان للعلماء، أحدهما بطلانه وهو مذهب أحمد ومالك وجمهور العلماء، والقول الثاني صحة العقد وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، ولكن لا يدخل بها إلا بعد وضع الحمل لحديث النهي عن سقي زرع غيره. وعلى كلا القولين لا يصح أن يعاشرها إن كان عالما بالحمل قبل العقد، فإن كان جاهلا بالحمل بأن كان في أيامه الأولى مثلا وهي لم تخبره ثم علم به فلا حرمة في المعاشرة، لأنها خطأ يعفو الله عنه، والصداق الذي دفعه لها هو من حقها لقاء استمتاعه بها، كما جاء في حديث رواه أصحاب السنن في رجل تزوج امرأة بكرا فدخل عليها فإذا هي حبلى، حيث أمر الرسول بأحقيتها في الصداق وبإقامة الحد عليها بعد الولادة والتفريق بينهما. إن الصورة الواردة في السؤال تأكد منها أنها كانت حاملا من غيره قبل الزواج، حيث ولدت بعد أربعة أشهر فقط من الزواج، وأقل مدة الحمل هي ستة أشهر، فالحمل ليس منه قطعا، والطفل هو ولدها هي، وليس منسوبا للزوج، بل ينسب إلى من طلقت منه لأنها كانت في عدة الطلاق، وفي نسبته إلى الزاني بها خلاف. رجح الجمهور عدم صحة النسب، سواء أكان الزاني بها هو من تزوجها أم كان غيره، وكان الواجب رعاية هذا الطفل لأنه بريء لا ذنب له، وهي جانية عليه بعدم إرضاعه حتى مات، والله أعلم.